يصادف 21 من سبتمبر لكل عام اليوم العالمي للسلام، وهو حدث تاريخي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإحياء لهذا اليوم نظم الدبلوماسيين الشباب دورة تدريبية حول ثقافة السلام، وجاءت الدورة التدريبية تحت شعار الشباب الدبلوماسيين ملتزمون بثقافة السلام والتنمية المستدامة. في مستهل اللقاء رحب رئيس اللجنة المنظمة السيد أحمد صالح بالحضور، وقال: نحن الشباب ندرك الأهمية القصوى التي تشكلها اختلافاتنا التي تمثل الدينمارك في بناء عالم سلمي ومستدام، مضيفا: نحن الشباب نمثل الأمل وقوة التغيير، والتزامنا بالسلام ضروري لبناء مستقبل أفضل للجميع. Nous partageons masque quelques formations en culture en paix pour que Ayoua Dialga, une notion en paix, ou MJ partagé au collabé à la couraga pour que paix, nous partager partout, qui permettent de l'élaguer, nous tous, il a qui la guitare. الجدير بالذكر تخللت المناسبة مناقشات بين الشباب الحضور كلها تنصب حول اليوم العالمي للسلام.